مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباقي تمهيدي المرموم لسن الإذاع. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للإذاع المحليات العصاية المباشرة. نسير مع المقدمة، أرى اللي في المركز الأول الآن شعار ناصر بن مصبح بن علي الشامسي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني مصدع للسيد علي بن هلال بن سعيد بالزفنة العفاري. وفي المركز الثالث نشوف ناخذ اللي في المركز الثالث ملفت للسيد خلفان بن مصبح بن جرش الغفلي. وفي المركز الرابع نشوف مياس للسيد خالد بن ناصر الهاجري. وفي المركز الخامس مشعل للسيد عبيد بن سعيد بن منانة الاجتبي. وفي المركز السادس صوغان للسيد عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز السابع المفتي للسيد علي بن محمد بن سلطان النيادي. وفي المركز الثامن دالوب للسيد خليفة بن أحمد الفلاسي. وفي المركز التاسع مرموق للسيد حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي. وفي المركز العاشر نشوف غازي للسيد خميس بن محمد بن كراز المهيري. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، ولا زال على المقدمة في هذه اللحظات الريم على مقدمة هذا الشوط للسيد ناصر بن مصبح بن علي الشامسي على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني ملفت للسيد خلفان بن مصبح بن جرش الغفلي. وفي المركز الثالث موجود شعار سفير الأصاي المتواجد على ظهر مصدع للسيد علي بن هلال بن سعيد بن زفنة العفاري. وفي المركز الرابع هنا مشعل للسيد عبيد بن سعيد بن منانة الاجتبي. يا السلام يا المتحدي. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس مرموق بشعار السيد حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي. دير بالك يا بن غليطة، هل اليرفي يتابعون أداء مرموق؟ يبون السلامات الصباحية من أرضية ميدان المرموم. ننتقل إلى المركز السابع، وفي المركز السابع ملفت للسيد محمد بن حمد بالجافلة المنصوري. وفي المركز الثامن وصل شعار بن درويش إلى المركز السابع في هذه اللحظات. نشوفه هو الآن على المرنين. النداوي وصل على المركز الرابع للسيد وهيد بن بقاش المري. وفي المركز الثامن أرى اللي في المركز الثامن من الجانب الثاني أرى الآن للسيد سالم بن راشد بن غدير الاجتبي الذي وصل على المركز الثامن. وفي المركز التاسع مصدع للسيد علي بن هلال بن سعيد العفاري. وفي المركز العاشر غازي للسيد خميس بن محمد بن كرازة المهيري. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى الريم، منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهو يطمح بفوزي وناموسي هذا الشوط. دير بالك يا الشامسي ناصر بن مصبح بن علي الشامسي، الجماعة قادمين. أول الغادمين محمد بن حمد بن درويش المنصوري للسيد حمدان بن محمد بن درويش المنصوري. يا سلام يا بن درويش، يا سلام على ملفت يلفت الأنظار في هذا العرض الجميل في هذا الصباح الجميل. ها هو ملفت. صباح الخير يا أهل المرموم، صباح الخير يا بن درويش على هذا الأداء المتميز الذي يقدمه ملفت. تهانينا من الأعماق للسيد حمدان بن محمد
بن حمد بن درويش المنصوري على فوز ملفت بهذا الشوط وبهذا الأداء الجميل. سلام يا المرموم، من المرموم إلى المرموم، تهانينا تهانينا على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني الريم للسيد ناصر بن مصبح الشامسي، وفي المركز الثالث النداوي للسيد فهيد بن بقاش المري. المركز الرابع ملفت للسيد خلفان بن مصبح بن جرش الغفلي، وفي المركز الخامس مشعل للسيد عبيد بن سعيد بن منانة الاجتبي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول ملفت إلى خط النهاية بعد ما لفت الأنظار بهذا الأداء الجميل، بهذا الأداء وبهذا العرض الجميل في 6 دقائق 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمدان بن محمد بن درويش المنصوري على فوز ملفت بهذا الأداء المتميز الذي وصل في المركز الثاني الريم 6 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد ناصر بن مصبح الشامسي، والذي وصل في المركز الثالث النداوي، وصل في المركز الثالث 6 دقائق 11 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد فهيد بن بقاش بن فهيد المري. تهانينا للجميع والناموس.